راس شباب صباح الخير. الأول من اللي توفى الوالد والوالدة وتولي اللي سارق أبقع. اسمعني سكر فمك وترجع ترقد. سكر فمي ونرجع نرقد. أنا ننصحك شوف خدمة تاخو منها فلوس حلال واخداك من فلوس الحرام راهي ما تثمرش. هذاك اش مازال من اللي ماتوا بابا وامي خويا صغير شي يحكم فيا. عندك الحق ما فماش كون يحكم فيك وما عنديش كون يدافع علي. اضربني يا خويا اضربني. اسمع نقولك البلاد راهي فيها قانون ما يرحمش الظالم ما يرحمش الظالم. والله يا الولاد قد ما صحت وقد ما قلت له فك عليك ما حبش يسمع الكلام. وحتى لين جاء نهار وقف على كلامي برا عاد هذاك تو شي حدي 5-6-7 سنين في الحبس وانا شكون عندي غيره. يلزمني نلقى حل. برجو ليا يلزمكم انتم الزوز تعيشوا حذايا. انا قلت بسيب بالي ما سمعش الكلام ولا غير تي ما سمعش الكلام. انا بعد ساعات راني نجي نلوم نعذر خاطر برجو ليا ما لقيتش حتى حل. شنو هذي حال عايشين عجبتكم الحال هذي؟ وشنو الحل؟ فماش حل. ايوا انت ما تقوليش ما فماش حل. الحل موجود. ربي لو يخلق لك مخ. الكومباس الكومباس الحل تخلقه من الارض. بالله شنو الحل؟ خدمت جريت ورا الخبزه نخدم مع فلان يقلبني نمشي مع هذا يقلبني حرت ما لقيت حتى حل. شنو الحل؟ قول لي شنو الحل. وبعد هذا كله تتي تسمى لبس عليك تشوف غيرك انت كيش عايش. البارح برك الحالة اللي وراوها في برنامج ميزيريا حالة تشكر ربي. برنامج ميزيريا اسمعش الكلام. انا بعد ساعات راني نجي نلوم نعرف خاطر برجو ليا ما لقيتش حتى حل. ما لقيتش حتى حل. هذي حال عايشين عجبتني حال عايشين. الكومباس 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 الحل تخلقه من الارض. تشوف غيرك انت كيش عايش. البارح برك الحالة اللي وراوها في برامج ميزيريا برامج ميزيريا. شفتك شعمل لي في صالة الدوتير اللي ما تحطيش في بالك انت. شفتش كيش تحلني انا والله يعمل ربي جي استنى تنعمل الفلوس والله انا ما نعمل عليها ربي نوف عليها يا اخويا انت وتشوف بعينيك والله انا ما نعمل. عندي لكم حملة جنو ولا هو انا علي
حل شنو هو الساعه؟ شبيه شي يحكي بالله شنو الحل؟ شبيه مغرب يا والله قالوا حل يا بلال اسكت شنو العالم اللي قايله ترى؟ والله على فاز اللي قايلوك من حل عن الدنيا بتاعك وقت ضبط الراح مقصر ولا اسمع لي برا قد احرق اي عادي والله انا قايلوك من حل اي عادي ها مانيش خايف اي عادي اي عادي شنو الحل؟ ما كنا ما نقولش اي عادي مانيش خايف اي عادي باين دبر اللي قلنا ايه خليه يسمع شوف كل العيال كيفاش شوف فيها دبر النحل وليش مش كل النحل؟ اي لازم دبر النحل شوف النحل شوف النحل قول الحل اقول لك شرايط ذل فوق عينيكم مكان والاستقراض نحبكم تستقرضوا كل قروضها تستقرض عيني تحولها راسك تعمل روحك معاق تحط كريتها فوق راسك تعمل حكاية في المفيد احنا نسقفوه اي صار ما يفهم باش يجيو والله ما نعرف كيفاش هي حكايه صعيبه واحد ماشي ما نعرفش نحاول نشوف انترنت نشوف تليفون ما نعرفش نشوف شباب نكتبوا لهم نبعثوا لهم العنوان نتاعهم ان شاء الله ربي يسهل لك والله مانيش من يحب انا ان شاء الله يرضى ويجي ان شاء الله والله ما تعرف كيما يناش بيوكم كيما يناش بيوكم راهو حاجه هذيك واضحه زعما هذيك تلاها شحال بيه شحال بيه هبا ماما اي دك فيها فما هي 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 ماما هي ماما اي
برنامجكم برنامج مزيرة. مزيرة اليوم اختاركم معينا معينة مش مشيناها وشوفنا العيلة دي الأوضاع متاحة. الأوضاع دي صورناها وركزنا عليها. ركزنا على الحالة هذه بالذات. ونحبكم وكما تعود عليكم مشاهدين الكرام تتعرفوا مع الناس اللي صورناها من دمع على خطر بالحق بالحق بالحق. وما الناس محتاجين صورناهم وبالذمة عديناهم أول حالة. خليكم نطولش عليكم مع الروبورتاج. ماي فك على نو هذا الحال شرفكم اليوم في دارنا. ما خسارة الاستقبال كما شفت الولاد حشموني. ما تحطش في بالك حد شيء وما حشموني شيء كما ترى في أمورنا. واحد وانا 10 سنين عايشين معايا كيك القاسي ميلي ماتوا بابا وامي. شيء كبير يا عبد الرحمن شيء كبير راهو متعبيني راني راهم متعبيني تعب مش نربال راهو. يعني شفت يعني شفت حتى في الليل نجي نرقب يخلوش نرقب. يوم اللي افترقنا بكان الهوى بالدمع احترقنا والقلب انكوى. يوم احترقنا اخواتي راهم 3 من الناس ما نجمهمش. وين هيك تشوف الحالة لا عندي فلوس لا عاد شيء ما نجمهمش ما نجمهمش. صعب علي يا عبد الرحمن عاونوني شوية بشوية فلوس دار جديدة هيك تشوف الحالة لا دون لا عاد شيء كل عايشين في سيق وحاشيك. وما عندك شكون يعاونك ما عندك حتى حد يطل عليك حتى حد يرف بيك يا خير. وشكون عنده يعاوني غير وجه ربي سبحانه. ما عرفش ايه بيحصل لي لما بشوف عيني ما بقتش عارفة اقول له ايه. ما عرفش ليه خبت عليك بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه كل حب الدنيا. خذاك شبيه سيح وينك زي خذاك كيك شبيه من الفقر يسيح ومن الجوع ومن الهم اللي قاسيو فيه برشا يا عبد الرحمن راهو برشا علينا. ما اخويا هذاك يكثر عليه الهم والجوع يدور يضرب في راسه على الحيط. شنو ذب بسيك ما الفقر والجوع وقلت الفلوس وقلت الماكل هذيك تجيب الهم والشيء هذاك اللي عم فيه. ساعة يا عبد الرحمن نقعدوا بالنهار ونهارين ما ناكلوا ولا نشربوا رانا قاسيو في القاسيه ما توصفش. يا ربي لا اخطي انا اخذك يا ربي. خلص الدمع من عيوني ونسيت اصلي وجع والاه والاه وليش بكيت.
خلص الدمع من عيوني ونسيت قصد الوجع والله والله ليش بكيت حبيتك دفعت التمن وشفيت شو ذكرك فيي مطرحك بالبيت يا ريت ما فليت عيشتني بخريف ورقة على رصيف بكير متذكر باقي عمر اكتر كنت الدنيا كلها كنت السنين كلها كم مطرحك بالبيت يا ريت ما فليت عيشتني بخريف سامحني نحب نقول حاجة يا سعد الرحمن اللي كنتي والسادة المشاهدين وخاصة اللي قلوبهم ضعاف راهو ساعة ساعة نخلط عليهم ياكلوا في فار ياكلوا في جربوع اش تحكي شنو جربوع جربوع تحكي بجدك كنت تكون وصلنا لاخر حلقتنا كيما شفتوا كيف في جربوع ولا شنو عطيت خليكم على خير من الحلقة نتاعنا الجاية الى التواليت الى اللقاء والله اقسم بالله يا ودي عيني هكا وهكا وهكا تفلقت اليوم تفلقت كنت شوفانه تقول علينا خير وكان شوفانه الذل اللي عبطت كسكس لا والله ضحكت لا والله ضحكت عليك وحاسين وليت تاكل في الفيران هو غدا جد عليك الفوالي والرواح لا قلت له قلت له الفيران لا قلت له الفيران لا معلم لا حلو لا أعلمكم برنامج مزير أن الكبرى بحتم مبلغ 200,000 دينار ومنزل 200,000 دينار ومنزل 200,000 دينار ومنزل 200 مليون ومنزل ربحنا 200 مليون ومنزل 200 مليون ومنزل ربحنا 200 مليون ومنزل ساعة خوف 200 مليون 200 مليون ومنزل بعد 200 مليون ومنزل ومنزل منزل مليون ومنزل شفت بالكمباس عملنا يا اخوي يتصرف Yeah.